صحيح. طب كابتن سيد، يعني غياب هذا اللقب عن النادي الاهلي لمده 7 سنوات، مش ده في حد ذاته ممكن يبقى حافز قوي جدا عند كل اللعيبه ان هم يروحوا يعني يعملوا اقصى ما يمكن عمله للحصول على هذا اللقب؟ بص، يعني دايما في المباراه بتبقى انت بتبقى اللي بتحاسب عليه هو الحاجات السمات اللي عندك. يعني مباراه بيراميدز الحقيقه كانت من اعلى المباريات على مستوى الاداء والروح. يمكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيبقى موجود معاك في بعض الاوقات، وممكن ما يبقاش موجود في بعض الاوقات، ده وضع طبيعي في حال كره القدم يعني. لكن الواحد بيتحاسب عليه هي حته الروح. الروح كانت جميله جدا في مباراه بيراميدز، بتعكس هويه وشخصيه النادي الاهلي، ده مهم جدا. كذلك المباريات الافريقيه، وخصوصا المباريات الخارجيه اللي بتبقى خارج الملعب، يعني انت بتعبر عن شخصيتك، بتعبر عن هويتك، بتعبر عن قدراتك وامكانياتك، ويبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. احنا عارفين كويس احنا رايحين ايه، عايزين ايه، عايزين نتيجه تساعدنا على مباراه العوده. غياب اللقب يعني ممكن يبقى دافع، لكن بس حتى لو انت واخد اللقب السنه اللي فاتت، يعني دايما برضه بتشتغل على شخصيه الاهلي واسم النادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله انا واثق جدا في قدرات اللعيبه، واثق جدا في شخصياتهم ان شاء الله. كل اللي اتمناه ان يكون ربنا سبحانه وتعالى موفقنا فيه، كل اللي اتمناه يبقى كل العناصر اللي موجوده في المباراه سواء كانت احنا او الامور التحكيميه تبقى بشكل كويس. الحمد لله باذن الله نرجع بنتيجه تساعدنا على مباراه العوده.